عزيزتي المتعلمة، عزيزي المتعلم، مرحبا بكما من جديد في محطة ثانية من الاشتغال ولكن هذه المرة سوف نشتغل على ملف منهجي عنوناه التهيؤ للامتحان الوطني وقد سبق في حصة أولى أن وقفنا في هذا التهيؤ على وضعية الاشتغال بالوثائق التاريخية والآن سنمر إلى الاشتغال ولكن على كتابة مقال تاريخي بمعنى أننا في هذه الحصة سنسعى إلى توضيح المنهجية التي من خلالها نتمكن من إنتاج مقال تاريخي بطبيعة الحال هذه الوضعية هي الأخرى تستند على نفس القاعدة وأذكرك بها وهي الاطار المرجعي للامتحان الوطني الموحد هذه الوثيقه التي هي وثيقه رسميه في شكل مذكره وزاريه تبين لك المفاهيم والمعارف والمهارات الاساسيه في عمليه التقويم وتوضح لك الوضعيات الاختباريه التي انت مقبل على اجتيازها في هذا الامتحان والوضعيه الاولى التي اضطرناك فيها في حصة سابقة كانت هي الاشتغال بالوثائق. والآن سوف نعمل على تأطيركما في وضعية المقال. إذن أذكرك هناك وضعية اشتغال بالوثائق وهناك وضعية كتابة مقال ونفس الأسئلة نطرحها أي رصيد معرفي سأوظفه في هذه الوضعية؟ وأي رصيد منهجي ينبغي علي أن أستحضره وأنا أكتب المقال التاريخي. بطبيعة الحال أطرح سؤالا أول ما الذي ينبغي أن أتحكم فيه معرفيا أولا إذن هناك رصيد من المفاهيم والمصطلحات والإعلام التاريخية ورصيد من المعارف والمعلومات التاريخية علي أن أكون قد تملكته وتحكمت فيه وبالتالي جاءت وضعية كتابة المقال لاعيد استثماره ولكن في كتابه منتوج منظم ومهيكل وهذا هو ما نسميه بالمقال التاريخي اذا هو عمليه انتاج وكتابه تاريخيه ليس فقط استرداد واسترجاع للمعارف بدون اي خيط ينظمها ويؤطرها منهجيه اذا السؤال الثاني ما الذي ينبغي ان اتحكم فيه منهجيا عند كتابه هذا المقال انا مطالب بانتاج مقال ما هي العمليات والمهارات الفكريه وما هي القواعد المنهجيه التي ينبغي علي ان استحضرها وانا اكتب هذا المقال اذا الوضعيه الثانيه هي التي ساوضحها لكم وهي انتاج موضوع مقالي وفي هذه الوضعيه ينص الاطار المرجعي على انك تكون لك امكانيه الاختيار بين موضوعين يكون موضوع اول اختيار اول واختيار ثاني وحسب استعدادك وقدرتك على الكتابه تختار الموضوع الذي قد ترتاح فيه والذي تحس بان لك استعداد معرفي ومنهجي في كتابتي في هذا الموضوع او ذاك اذا الوضعيه ديال الوثائق تكون اجباريه في ماده معينه وعندما يكون المقال يكون امامك الاختيار بين موضوعين وبالتالي لك فرصتين وانت عليك ان تختار حسب استعدادك وحسب تاهيلك معرفيا ومنهجيا هذه الوضعيه التي نسميها وضعيه انتاج مقالي بطبيعه الحال انتاج مقال تاريخي قد تكون بدون ان يكون مرفقا بوثائق نص الموضوع مباشره وتقراه وتشتغل عليه ولكن احيانا هناك امكانيه ان يكون هذا النص الموضوع مرفقا بوثائق ومعطيات مساعده تستثمرها وتوظفها في كتابه المقال ولكن ما يهمنا اساسا هو ان نتفهم العمليات الفكرية التي ينبغي أن نستحضرها في كتابة المقال هذا المقال هذا المنتوج المعرفي وهذا المنتوج المنهجي يتأسس على ثلاث مستويات مسطرة في الإطار المرجعي والشفافة التي أمامكم تبين ذلك هناك إذن ثلاث مستويات مستوى يسمى جانب منهجي وفيه ثلاثة عناصر ينبغي أن تنتبه إليها كيف تكتب مقدمة مناسبة وكيف تضع تصميما وكيف تكتب خاتمة مناسبة هذه العناصر الثلاث هي التي تدخل في هذا الشق المنهجي فالمقدمة المناسبة هي التي يكون فيها تأطير للموضوع تأطير تاريخي للموضوع ويكون فيها طرح اشكال تاريخي وتفكيك هذا الاشكال الى تساؤلات اذا المقدمه المناسبه هي التي تكون متضمنه لتأطير زماني تأطير مكاني وتأطير اشكالي واعتقد ان هذه الابعاد الثلاث هي التي كنا نشتغل بها في الدروس التاريخيه التي كنا نقدمها لك في المحطة الأولى من الإشتغال دائما كنا نبدأ بتأطير الموضوع زمنيا ومكانيا وبطرح التساؤلات التي ينبغي أن نجيب عليها. بعد طرح التساؤلات يظهر لنا تصميم كيف سنعالج هذه التساؤلات؟ كيف سنجيب على هذه التساؤلات؟ حتى لا نجيب عليها دفعة واحدة وتختلط علينا الأوراق ينبغي ان نؤسس تصميما وهذا التصميم هو الذي يوجهنا في الكتابه. اذا طرحنا ثلاث تساؤلات ينبغي ان نخصص فقره لكل تساؤل وسيكون امامنا تصميم ثلاثي او ثنائي او رباعي بحسب الاسئله وبحسب طبيعه الموضوع. وعاده ما تكون صياغه نص الموضوع المطروح في هذه الوضعيه يساعدك على ان تختار تصميما منطقيا. ومناسبة. هذا المستوى المنهجي كذلك يتطلب منك ان تضبط قاعده كتابه الخاتمه المناسبه والخاتمه المناسبه في المقال التاريخي حسب ما هو منصوص في الاطار المرجعي هي التي يكون فيها استخلاص اي تركيب وتقييم احيانا للحدث المدروس وايضا فتح الموضوع على امتدادات لان التاريخ الاحداث تكون لها امتدادات تاريخيه وينبغي عليك في الخاتمة أن تفتح الموضوع على هذه الامتدادات هذا الجانب المنهجي إذا هو جانب أساسي بالنسبة للجانب الثاني وهو العرض الخاص بعرض هذه المعلومات التاريخية التي يتطلبها منك المقال عندما طرحت أسئلة في المقدمة الأفكار والمعلومات التاريخية تأتي وعليها أن تنتظم وفي هذا النظام ينبغي عليك أن تكون دقيقا وتحرص على ثلاثة عناصر مسطرة في الإطار المرجعي إذن العرض للمعلومات التاريخية المطلوبة في المقال ينبغي أن تستحضر فيها ثلاثة عناصر أولا أن تنتقي المعلومات التاريخية المناسبة لانه يمكن يكون هناك خزان من المعلومات التاريخيه يتحرك عندما تقرا الموضوع وتطرح الاسئله ولكن ليست كل المعلومات انت مطالب باسترجاعها عليك ان تنتقي والانتقاء يكون في علاقه بالاشكاليه التي طرحتها وبطبيعه السؤال الذي انت مطالب بالاجابه عليه في الفقره الاولى او في الفقره الثانيه او في الفقره الثالثه من التصميم الذي سطرته اذا عليك ان تنتقي المعلومات المناسبه وان تزيح المعلومات التي لا لست انت بحاجه اليها بعد ذلك عليك ان تتاكد من ان المعلومات التي تقدمها وانت تكتب في هذا المقال صحيحه صحيحه من الناحيه العلميه وليست فيها اخطاء كان تقدم اخطاء فادحه في سنوات بعد التواريخ او في اسماء بعض المناطق او تختلط عليك المعلومات وتقدم بالتالي منتوجا فيه الأخطاء التاريخية. إذا احرص أن تكون معلوماتك سليمة ودقيقة وصحيحة علميا. وأيضا في نقطة ثالثة عليك أن تراعي تنوع المعلومات التاريخية. بمعنى أن المعلومات التاريخية ليست فقط هي السنوات والأحداث والوقائع. هناك أيضا أوضاع تاريخية فيها ما هو سياسي، فيها ما هو اقتصادي، فيها ما هو اجتماعي. هناك أيضا شخصيات تاريخية كان لها دور تاريخي. ينبغي اذا كان الموضوع يتطلب الحديث عن بعض الشخصيات وذكرها يجب ان تذكرها اذا كانت هناك بعض الاحداث والسنوات الحاسمه والتي لها دورها في التحولات التاريخيه المرتبطه بالموضوع الذي تشتغل عليك ان تذكرها عليك ان تنوع ما بين التاريخ السياسي والتاريخ الاقتصادي والتاريخ يعني الاحداث ينبغي يعني ان تكون متنوع حتى يكون المقال تاريخيا بمعنى الكلمه وهذا يتطلب منك ان تنفتح على مختلف الاوضاع التاريخيه التي ترتبط بالاحداث التي ينتظم فيها البرنامج هذه السنه، وبرنامج السنه غني جدا بالاحداث والتحولات التاريخيه، فيما ما هو اقتصادي، فيما هو سياسي، ما هو اجتماعي، ما هو فكري، ما هو مرتبط بالعلاقات الدوليه الى غير ذلك. اذا الانتقاء الصحه، التنوع، ثلاث مؤشرات اساسيه ينبغي وانت تعرض معلوماتك وتفصل في الكتابات التاريخيه ينبغي ولكن على ان لا تسقط في الجزئيات وان تكون المعلومات الاساسيه والضروريه هي التي تحظى بالاولويه في هذا المسار للكتابة الكتابه التاريخيه. لاحظ معي ان الامر لا يقف فقط عند المقدمه والعرض والخاتمه والعرض المفصل والمدقق بل الجانب الشكلي له حضوره ايضا ويتعلق الامر بالتعبير باللغه السليمه وبشكل التقديم. لابون بون الورقه التي تكتب فيها على المقال ان ياخذ طابعا منظما فيه انتقال بين الفقرات فيه اشياء تعطي جوده شكليه لهذا المقال اذا هذا الاطار المرجعي يستحضر هذه المسائل في تقويم منتوجك في كتابه المقال ولاحظ معي التنقيط الذي يخصص بالنسبه للعرض الذي يتطلب منك استحضار المعرفه وتنظيمها له سبع نقاط والجانب المنهجي يقوم بدرجتين والجانب الشكلي ويجب ان لا تفرط فيه له درجة وبالتالي له مكانته ويجب ان تحترمه الان اسلط لك الضوء حول القواعد الخمس اسميها انا القواعد الخمس لكتابة المقال التاريخي امامك الموضوع عليك ان تنطلق من قراءته هذه القاعدة الاولى قراءة نص الموضوع اخترت أمامك اختيارا سبق ووضحت لك أن عند الوضعية الخاصة بالمقال أنت لك فرصة الاختيار بين الموضوع الأول أو الموضوع الثاني وقع اختيارك على الموضوع الأول يجب أن تقرأه قراءة متأنية عدة مرات أن تستحضر الأبعاد الثلاثة الزمن أي زمن في هذا الموضوع هل أنا في فترة ما بين الحربين هل أنا في فترة بعد الحرب العالمية المكان أين؟ هل أنا في المشرق العربي؟ هل أنا في المغرب؟ هل أنا في العالم؟ هل أنا في أوروبا؟ والمجتمع ماذا؟ هل أنا في تحول سياسي أو تحول اقتصادي؟ هل أنا في العلاقات الدولية؟ هل أنا في الاستعمار والاستغلال الاستعماري؟ هل أنا في الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار؟ ثم بعد ذلك تقرأ نص الموضوع وتضع السطور تحت الكلمات المفاتيح. عندما تبدو لك كلمة المفتاح لوموكلي يجب أن تسطر عليه لتحصر الأبعاد الثلاثة ما يتعلق بالزمان، ما يتعلق بالمكان، ما يتعلق بالموضوع أو بالتحول ثم تطرح السؤال ما هي المعلومات التاريخية التي يستدعيها هذا الموضوع ما هي العمليات الفكرية التي يستدعيها هذا الموضوع هذه اللحظة أساسية في كتابة المقال كلها تحفزك على الانخراط وعلى التمكن من هذه الادوات وستكون المهمه ميسره بعد ذلك، اذا انتبه الى هذه القاعده. القاعده الثانيه هي طرح التساؤلات وانت تقرا الموضوع ينبغي ان تبحث عن العلاقات بين العناصر الموجوده داخل الموضوع، هل هي عناصر تعكس التطور؟ الانتقال من مرحله الى مرحله؟ هل هي عناصر تعكس السبب والنتيجه؟ ماذا؟ يجب ان تبحث في الاشكال عن هذه العناصر. يجب ان تقع, تقع ايضا على الحموله المفاهيميه الوارده في الاشكال، لان النص الموضوع يكتب بلغه تاريخيه، بلغه مفاهيميه، وانت لديك رصيد من المفاهيم والمصطلحات يساعدك في القراءه الجيده وفي الاستكشاف الجيد لما هو مطلوب منك في هذا الموضوع. بعد ذلك تطرح التساؤلات وهذه التساؤلات يجب ان تقودك الى عتبه التصميم بطبيعه الحال طرح جيد للاسئله اكيد انه سيعطيك تصميما جيدا وعليك ان تنوع الاسئله اسئله وصفيه تعريفيه في التاريخ ما مظاهر التحولات مثلا اسئله تفسيريه ما هي العوامل والاسباب المسؤوله عن هذه التحولات واسئله ربط العلاقات ما علاقه السياسي بالاقتصادي ما علاقة الأزمة بالحرب مثلا؟ ما علاقة الحرب العالمية الأولى في نتائجها بالتمهيد للحرب العالمية الثانية مثلا؟ هذه إذا تساؤلات ينبغي أن تنوعها لأن المقال ليس فقط هو سرد للمعلومات، هو تنظيم للمعلومات، هو هيكلة للمعلومات، هو ترتيب لهذه المعلومات إذا القاعدة الثالثة بناء التصميم طبيعة الموضوع وعمق الإشكال المطروح فيه هما المسؤولان عن نوعية التصميم. قد تعتمد تصميما كرونولوجيا في مراحل، قد تعتمد تصميما موضوعاتيا يعني مجانب سياسي، المظاهر الاقتصادية، المظاهر الفكرية، قد تعتمد تصميما سببيا الأسباب المباشرة الأسباب الغير المباشرة. بعد ذلك تحدد الفقرات الكبرى والفقرات الفرعية. هناك فقرة اساسية أضمّنها فقرات فرعية، أنتقل إلى الفقرة الأساسية الثانية أضمّنها فقرات فرعية أخرى، وهكذا بحيث أن التصميم يبدو تصميما منطقيا واضحا دقيقا ومنسجما هذه إذا القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة وأنت تكتب الآن إنتقلت إلى التحرير لا غيداكسيون معرفيا لا بد من حضور رصيد معرفي كافي معلومات تاريخية كافية وإلا كان مقالك ضعيفا من الناحية المعرفية من الناحية العقلية والفكرية يجب ألا فقط تتذكر وتسرد الأحداث سردها وتذكرها فقط ليس مهما بقدر ما هو أساسي بالنسبة لك هو أن تحلل وأن تربط العلاقات وأن تقارن وأن تركب واحيانا ان تصدر تقييمات للاحداث التاريخيه التي تدرسها. لان المقال عليه ان تكون فيه شخصيتك قويه في التعامل مع الاحداث التاريخيه التي تعالجها في هذا المقال. اما من ناحيه التقنيه وشكل الكتابه تقدم الفكره المفتاح لكل محور كانها بدايه الفقره الاساس تضبط الانتقال من فقره الى اخرى وتصون اللغه والاسلوب. وتحترم التقديم الجيد لورقه الكتابه هذه قاعده الرابعه اساسيه جدا واخيرا القاعده الخامسه هي الخاتمه كثير منكم ينتهي مقاله بدون خاتمه وهذا خطا منهجي عليكم ان تستحضروا الخاتمه وينتظر منكم في هذا الانجاز تركيب خلاصه واستنتاج على ضوء الاسئله التي طرحت في المقدمه مع إمكانية أن تفتحوا الموضوع على قضايا تاريخية أخرى. هذا هو منطق الخاتمة وعليكم أن تستحضروه في كتابة المقال. هذه القواعد الخمس هي التي ينبغي أن تستحضروها عند الكتابة ولكم فرص كثيرة الآن للتدرب على تطبيقاتها. أقترح عليكم موضوع التالي. انتقل مسار تطور العلاقات الدوليه المعاصره من نظام القطبيه الثنائيه الى نظام عالمي جديد هيمنت عليه القطبيه الواحده. هذا نص يصب في مجال تاريخي له مكانته في البرنامج وهو تطور العلاقات الدوليه في الحقبه المعاصره بعد الحرب العالميه الثانيه. اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه الاتي هكذا تاتي الصياغه لنص الموضوع المقالي. ماذا يطلب منك هذا المقال؟ سياق بروز نظام القطبيه الثنائيه السياق التاريخي الذي برز فيه كيف تطورت العلاقات الدوليه في ظله ثم بعد ذلك تنتقل الى المرحله الثانيه في هذا المسار وهي ظروف قيام النظام العالمي الجديد ومميزات نظام القطبيه الواحده وتلاحظ معي انني لونت بعض العبارات كانني اشتغل على هذا النص فالموضوع كما تلاحظون تحت السطر تطور العلاقات، إذا أنا أمام تطور العلاقات الدولية المعاصرة. هناك مصطلحات أساسية، قطبية الثنائية، القطبية الواحدة، وهناك في الأسئلة التي ينبغي أن أستحضرها، سياق تاريخي يجب أن أطرح سؤالا عنه، وأيضا الظروف التاريخية ومميزات النظام القطبية الواحدة. إذا بهذه الطريقة أشتغل على نص الموضوع وأهيئ تصميمي. وابدا في التحرير وفي الكتابه لاعرض المعلومات التاريخيه الاساسيه التي يتطلب هذا الموضوع. ستاتي فرص قادمه لان نشتغل على وضعية كتابه المقال التاريخي ونقدم لك حصيله الانجازات التي عليك ان تستحضرها ونقوم ما يمكن تقويمه في هذا المجال. اشكركم على المتابعه واتمنى ان تستفيدوا من هذه الحصص المنهجيه. لانني اعتبرها اساسيه جدا شكرا لكم والى اللقاء